أعزائي، ليس من العجيب أن يوم دخول المسيح الظافر المنتصر على أورشليم يبكي ويرثي لحال أورشليم. كما ذكرت أن المسيح لم يذرف دمعة على نفسه، لكنه بكى على المدينة التي لم تعلم ما هو لسلامها، لم تعرف زمان افتقادها. المخلص يأتي إلى المدينة ولم تختبر هذا الخلاص، فالنتيجة كانت الدينونة والقضاء على هذا المكان، وتمت نبوة المسيح. هذا إن دل على شيء بدل على مصداقية كلام يسوع المسيح وعلى إرساليته أنها صادقة وأمينة.